لو الحكاية فيها إن فيجو. الطماطم بكام؟ ولا بكام كام؟ والكوسة والخيار والفلفل الألوان. الفلفل الألوان 12. والبصل. البصل الأبيض 3 ونص، أحمر 4. والباذنجان العروس. العروس غالي شوية، العروس الأسود 7 جنيه والأبيض 8 جنيه. والفاصوليا. الفاصوليا 6 جنيه. والجزر. جزر 4 جنيه. والليمون. الليمون 25. والفلفل الرومي. الفلفل الرومي 8 جنيه. والبامية. طبعا بس تفلاش. انت شايف الاسعار الخضار عامله ايه؟ الاسعار الخضار عامله ايه؟ يعني نزل شويه. كان في الاول رمضان انت شايف كل يعني كل شويه الاسعار ولا بس يعني الفترة الجاية هتقل يعني على كده نزلت الأسعار بس يعني ممكن في آخر ممكن في آخر رمضان شد شوية تغلى يوم واثنين بس كتير زي أول يوم رمضان وثاني يوم رمضان.